أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على ملابسات استهداف قوات الجيش الوطني في مأرب. قال مصدر طبي في هيئة مستشفى مأرب العام إن عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش في مأرب ارتفع إلى 80 قتيلا وعشرات الجرحى. هذا واتهم الرئيس هادي ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء الهجوم على معسكر الاستقبال في مأرب واصفا العملية بالإرهابية. وقال هادي في تصريح نشرته وكالة سبا الحكومية إن هذه الأفعال المشينة لميليشيا الحوثي تؤكد عدم رغبتها أو جنوحها للسلام واستمرارها في مشروعها التدميري. وشدد الرئيس على أهمية تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية وإفشال كافة المخططات العدائية والتخريبية وحفظ الأمن والاستقرار. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين. لماذا لم تتبنى ميليشيا الحوثي مسؤولية الهجوم على قوات الجيش الوطني حتى الآن رغم اتهام الشرعية لها بالوقوف وراء الهجوم؟ وإلى متى ستظل قوات الجيش الوطني عرضة للهجمات الصاروخية المتكررة؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود لذلك. لا قدرة لأحد على العد. الشهداء والجرحى الذين يتوافدون على مستشفى الهيئة العامة بمأرب ومستشفيات أخرى في ارتفاع مستمر بعد هجوم جوي مباغت استهدف معسكر الاستقبال بالمحافظة. احنا في معسكر النص سمعنا القارح في القارح لما خرجنا من قالوا انتشاء بعد ما وقع القارح قال انا خرجنا انتشرنا خرجت انا اشرب جنب الجامع في انا واحد مثلا سمعنا طائر مسيره. التفاصيل التي أوردتها مصادر عسكرية أكدت أن أغلب الضحايا من جنود اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده العميد مهران القباطي كانوا في فترة راحة داخل مسجد بمعسكر الاستقبال. من يقف وراء الهجوم؟ المصادر العسكرية للجيش وتعزية الرئيس هادي تشير بأصابع الاتهام للحوثي. وفق وكالة سبا الحكومية فإن هادي الذي وصف الهجوم بالغادر والجبان قال إن ميليشيا الحوثي جسدت وجهها القبيح المجرد من القيم الدينية والأخلاقية مؤكداً كعادته على وأد مشروعها الطائفي الدخيل على اليمن. ميليشيا الحوثي لم تصدر بياناً ينفي أو يؤكد تبنيها للعملية وهو ما جعل بعض الشكوك تساور بعض اليمنيين في ظل وقائع سابقة ذهب ضحيتها جنود تابعون للشرعية وكان المتهم فيها طائرات التحالف وسجلت تحت مسمى ضربات خاطئة. هوية الضحايا في حادث مأرب الأخيرة كونهم تابعين للواء الرابع حماية رئاسية جعل مراقبين يربطون هذا الاستهداف الأخير بمسار الأحداث في عدن، حيث من المقرر أن يعود اللواء الرئاسي إلى عدن وفق تفاصيل اتفاق الرياض، وهو ما يلقي بالتهمة على الإمارات واللوم على السعودية ويعيد للذاكرة اليمنية حادثة استهداف مئات الجنود الذين قصفتهم الإمارات على تخوم عدن في أغسطس الماضي. لكن السؤال المثقل بالألم، إلى متى سيظل جنود الجيش رهينة صواريخ الحوثي وطائرات التحالف؟ إذن ولمناقشة أوسع حول ملابسات استهداف قوات الجيش في محافظة مأرب ينضم إلينا من محافظة مأرب الضيفين، أولا المتحدث باسم الجيش العميد الركن عبده مجلي، وأيضا معنا الصحفي من هناك يحيى الأحمدي. نبدأ بالعميد الركن عبده مجلي. بداية تعازينا ل أسر الشهداء الذين قضوا في هجوم مأرب، ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديكم حول استهداف قوات الجيش الوطني هناك؟ أخي العزيز، أنا أحدث من الميليشيات الاحتلالية التي عمل جماعي وإرهابي كل الاتفاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، فهذه بجد مع الجيش السياسية العسكرية والشعب اليمني وقوات المسلحة ونحن أسر الشهداء، وكذلك مع الجيش القيادة السياسية بقيادة الأخ فخامة الرئيس المشرف ركن عبد الرب بن سلام رئيس الجمهورية الفرد على القوات المسلحة
وكذلك ما يدري نائب القائد على الكويت بصلاح الفريق الاسماعيلي المستشفى صالح الاحمر وبالتحديد جاب دفاع ورئاسه الكاد العامه وزملاء وصل الشهداء الذين ارواحهم الطاهره الى بائها بهذا الحادث الاليم. وهم يضغطون على اعداء مهانهم الوطنيه بستر الاخلاص ليلين العلي القدير اللهم عليهم برحمته ومغفرته وان يختم بفضلهم والجرحى الشفاء العاجل. العزيز طبعا تم استهدافه بالصاروخ ذلك في اطلاقته الميليشيات الانقلابيه الحوثيه يوم امس على مسجد بالقرب من معسكر التدريب اللي كانت تتواجد فيه ايضا وحدات من اللواء الرابع حمايه رئاسيه وايضا بعض الوحدات القتاليه بينهم مدين. هذا المسجد الذي تم استهدافه. نعم سيد عبدو مجلي ننوه ان صوتك يعني يبدو ان هناك يعني ليس هناك وضوح في الصوت، نعتذر منك سنعاود الاتصال بك. نعود إلى ضيفنا يحيى الأحمدي من مأرب. بداية مرحبا بك معنا سيد يحيى، ما هي إذا فقدنا الاتصال بيحيى. نعود أيضا ينضم إلينا من الإسكندرية في مصر، ينضم إلينا من هناك الدكتور الخبير العسكري علي الذهب. سيد علي مرحبا بك معنا. مرحبا اهلا وسهلا. نعم بداية قراءتك للحادثة وملابساتها. تحية لك وللمشاهدين ولضيوفك كذلك. في الحقيقة الحادثة يمكن أخذها في سياق الحرب الدائرة منذ 5 سنوات، لكن بين الحوثيين وبين الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية، ولكن هناك تداخلات ل أطراف ضمن السلطة الشرعية لها عدائيات خاصة مع أطراف فيها على خلفية أحداث عدن في أغسطس الماضي وخلفية النزاع على السلطة ومحاولة رسم صورة يعني هزيلة عن السلطة الشرعية لأولياء الدم الذين ذهبوا ضحية عملية غادرة أو عملية إهمال أو عملية تجسسية استخبارية من وسط المندسين في أوساطهم أو من طرف ثالث بالتحالف. نقول الآن العملية إذا أردنا أن نبحث عن تفاصيلها، هل هي يعني هل هناك طرف وقف خلفها بشكل مباشر كما يفعل الحوثيون للحصول على المعلومات عبر لهم في أوساط الجنود أو مدنيين أو من خلال اختراق وسائل الاتصالات بحكم أنهم يتحكمون فيها أو عن طريق عملية التجسس التي تمارسها الطائرات المسيرة دون طيار. ولكن أنا أرجح أولا السيناريو الأول أن حصولهم على المعلومات بصفة مباشرة عن طريق عملاء لهم داخل هذه السكنات أو بطريقة من طريقة التحالف، لأن التحالف يريد منع وصول طرف في التحالف يريد يعني عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، لأن هؤلاء الجنود الذين قتلوا في معسكر الاستقلال في طريقهم في عدن. وفي نفس الوقت لا يخفى أيضا أن قائد اللواء الرابع هو مهران القاضي، وهذا الرجل ثم المآخذ عليه من الناحية القيادية، إلا أنه أيضا يعد هدفا ثانيا بالنسبة للأطراف التي واجهته في عدن في حرب في أحداث. نعم الحوثيون يستفيدون من كل سانحة تملح لهم في إطار الحرب، وهم بذلك يطلبون القوات الحكومية من نعم. معلومات. نعم سيد علي لو تتفضل بالبقاء معي. نعم لو تتفضل بالبقاء معي. أشرت لي معلومات دقيقة حول نوعية يعني أشرت إلى أن ما هي مآلات وأسباب دقة الاستهداف، وأيضا هناك أشرت إلى إهمال قد يكون حصل من قبل قيادات أو المشرفين على القوات هناك في محافظة مأرب. يعود إلينا من محافظة مأرب الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبدو مجلي. سيد عبدو برأيك من المسؤول عن هذه العملية، وهل من جديد حول كشف نوعية الأسلحة التي استخدمت هناك؟
شكرا لك اخي العزيز، شكرا ايضا للطاقم الاعلامي في قناه بلقيس، وشكرا ايضا للساده المشاهدين او المستمعين لهذه القناه. اخي العزيز، بدايه نقدم التعازي والمواساه لقيادتنا السياسيه والعسكريه بقياده فخامه الاخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهوريه القادم على القوات المسلحه، وكذلك لنائبه الاخ الفريق الركن علي محسن صالح، ولقياده وزاره الدفاع ورئاسه الاركان العامه والمؤسسه العسكريه وزملاء اسر الشهداء الذين ارتقت ارواحهم الطاهره الى باريات في هذا الحادث الاليم والعمل الاجرامي، وهم يرابطون طبعا لاداء مهامهم الوطنيه بصدق واخلاص، سائلا الله القدير ان يمن عليهم بالرحمه والمغفره وان يكتب للمصابين والجرحى الشفاء العاجل. اخي العزيز، اما عن الحادث الاجرامي الذي قامت به الميليشيات الانقلابيه الحوثيه المدعومه ايرانيا باطلاق صاروخ باليستي سقط مساء يوم امس السبت على احد المساجد القريبه من المعسكر التدريبي، وهذا المعسكر طبعا فيه الوحدات من اللواء الرابع حمايه رئاسيه وكذلك من بقيه الوحدات الاخرى، وكذلك هناك مدنيين. طبعا لا غرابه ان الميليشيات الانقلابيه الحوثيه وهي تتسم بالاجرام وتدمير المساجد ودور العباده، وهو امتداد لجرائم الميليشيات الحوثيه الارهابيه في قتل المصلين، وذهبت فعلا على استهداف تجمع المصلين. نعم سيد، لكن عبد سيد عبد المجلي، نعم اشرت الى ان الحوثيين هم من يقف وراء هذا الاستهداف، لو قاطعتك أشرت إلى أن الحوثيين هم من يقف وراء هذا الاستهداف، لماذا لم يتبنى الحوثيين المسؤولية عن هذه العملية؟ ألم يكن اتهامها تسرع من قبلكم؟ وما الذي يمنعها من تبنيه مثل كل مرة يعني؟ أكمل مفهوم أنهم بذلك الاستهداف مخالفة للشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ظل العمل الإرهابي من تنفيذ التنظيمات الإرهابية والإرهابيين وتنفيذ الادوات الارهابيه كما تقوم به الميليشيات الانقلابيه الحوثيه. سؤالك يا اخي العزيز هو فعلا في غايه الاهميه، اولا القاتل اذا لم يعترف بقتله فهذا ليس دليل على انه لم يقتل او لم ينفذ الجريمه. الميليشيات الانقلابيه الحوثيه ان لم تبين مسؤوليتها عن الحادث فهي من خلال التصريحات السابقه وهي الرد على مقتل قاسم سليماني وما قامت به مظاهرات في العاصمة صنعاء، وكان هناك تصريحات لقادة الميليشيات، بل هناك تصريحات أيضا للقادة الإيرانيين بالانتقام من الوطن العربي ومن الدول العربية، وكانت الميليشيات الانقلابية الحوثية التي تحمل شعار الموت والموت للشعب اليمني. نعم، لكن سيد عبده هناك من يتساءل لماذا وقع هذا الكم الكبير من القتلى، لماذا هذا الكم الكبير من القتلى من الجنود، ولماذا لم يتوقع القادة هناك مثل هكذا استهداف، أو أنه لم يكن في حسبانهم أن يتم إرسال إحداثيات هذا الموقع وهذا التجمع؟ فعلا الميليشيات الانقلابية الإجرامية ونحن في إطار الشعب اليمني وقواته المسلحة والأمن نخوض حربا مفتوحة مع تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية، وهي استهدفت المسجد وقت صلاة المغرب، وكان هناك من العسكريين والمدنيين الشهداء والجرحى بعد صلاة المغرب مباشرة. طبعا عدد الشهداء بلغ إلى هذه اللحظة 79 شهيدا من المدنيين والعسكريين، وكذلك عدد الجرحى 81 جريح من المدنيين والعسكريين. هذا الاستهداف أخي العزيز يأتي ضمن سلسلة أعمال إرهابية تستهدف محافظة مارب بما فيها من الأعيان المدنية والأحياء السكنية ودور العبادة وكذلك المعسكرات. هذه الأعمال الإرهابية أخي العزيز لن تثني شعبنا وقيادة قواتنا المسلحة عن مواصلة التسير نحو استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية، وأن مثل هذه الاستهدافات الإجرامية الغادرة لن تمد قواتنا المسلحة ولا إلا قوة وصلابة وتحديا وإصرارا على قهر الميليشيات الحوثية مهما كان الثمن. نعم، لكن سيد عبده هناك نعم. لكن هناك يعني بعد هذه أو تكرار هذه المذابح إذا صح التعبير، هناك اتهامات اليوم للتحالف وقيادة الجيش بالتفريط بأرواح الجنود، وما ردكم حول ذلك؟ الحقيقة أن قيادة الجيش والتحالف العربي يقفان جنبا إلى جنب لمواجهة الانقلاب الحوثي، انقلاب الميليشيات الانقلابية التي باعت نفسها لإيران والشيطان، وهي فعلا الميليشيات الحوثية جراء تلك الانتصارات الكبيرة والحاسمة التي تحققت في جبهتهم والسيطرة على مساحة شاسعة من الأرض وتحقيق انتصارات واستعادة عدد من المواقع
وكذلك ايضا استعادة كميه من الاسلحه والذخائر التي نهبتها من مخازن القوات المسلحه من صارت في صعدة والبيضاء وتعز وتكبيد الميليشيات الانقلابيه الخسائر في الارواح والاعداد. نعم. هي كانت ايضا تقوم بذلك العمل الهستيري والجنوني والتخبط وايضا الاستهداف الاجرامي الغادر بذلك الصاروخ البالستي على ذلك المسجد القريب من المعسكر التدريبي والذي فيه وضحت فكرتك سيد بما الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الاجرامي لن تذهب هواء هدرا او سدى. نعم السيد عبدو مجلي الناطق باسم الجيش العميد الركن عبد المجلي الناطق باسم الجيش، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا من مأرب أيضا يحيى الأحمدي. سيد يحيى، كيف هي ردود الأفعال في أوساط الناس في محافظة مأرب بعد هذه المذبحة؟ مرحبا بك أخي الكريم وتحية لك وللمشاهدين. لا شك أن الحدث الإجرامي الذي حدث بالأمس هو ضمن سلسلة من الأعمال الإجرامية التي يعني كاد عليها الشعب الكندي لمدة 5 سنوات. هي ليست الجريمة الأولى، هناك استهدافات حصلت لمساجد كثيرة سواء كان هنا في مأرب أو في صرواح أو في مسجد كوفل اللي ولم يكن عنا ببعيد قبل عام تقريبا استهدفوا هذا المسجد وهو مستقبل المصلين. تحدث عن الأخلاق في الحرب وهو يعلم أن هذه الميليشيات لا تؤمن بمسجد ولا تؤمن بمعبد ولا بكنيسة ولا تؤمن بأي شيء. هذه الميليشيات في العالم كلها هي تعيش على الدماء أصلا. هؤلاء المجرمون والإرهابيون هم ينتعشون في أماكن تجمع الناس، لا يسألون عن دور العبادة ولا يسألون عن أماكن المدنيين أو العسكريين. وبالتالي ردود الأفعال هنا كانت ربما مؤلمة جدا. هناك أيضا لا أخفيك هناك عتب كبير على أيضا أنه لا يمكن أن تتكرر هذه الأخطاء عام بعد عام وأن يحدث أن يجتمع هؤلاء الأعداد الكبيرة في مكان ونحن في فترة حرب مع ميليشيات لا تؤمن أصلا بكرامة الإنسان سواء كان عسكري أو مدني. نعم، أنت كمتواجد في محافظة مأرب سيد يحيى، مثل هذه الهجمات برأيك هل تؤثر على معنويات الجيش؟ خصوصا أنه مكبل بعد أو بعدم مواصلته المعركة والاتجاه إلى صنعاء. نعم، سؤال وجيه يا أخي الكريم. الجيش اليمني أنا أعتبره شخصيا وكتبت على هذا الكلام وسرع كلامي نحن أتحدث عن أعظم جيش في التاريخ. هذا الجيش يكفي أن هذا الجيش صامد إلى اليوم في المتارس وفي المواقع وفي خطوط التماس وهو بدون مرتبات. هذه القضية الجريمة أنا أعتبرها بضمن جرائم مضايقة هذا الجيش. هذا الجيش العظيم والشرف اليمنيين هو آخر ما تبقى من كرامة اليمنيين، لكنه الحوثي نعم هو خصم وهو عدو لا يمكن أن يكون استثناء أمام كل هذه الجرائم. ولكن أيضا هناك أعداء وهناك أيادي كثيرة جدا تمتد إلى المؤسسة العسكرية وتحاصرها وتضايقها وتحدثنا مرارا وتقارن في مقالات وفي مداخلات تلفزيونية على أن الجيش الوطني من أعظم الجيوش التي ربما في هذه المرحلة الذي صمد إلى هذه اللحظة وهو بدون مرتبات لشهور وأيضا يتلقى طعنات موجعة سواء كانت من الحوثي أو غيره. وأنا أقول بأنه لم تؤثر هذه العملية على معنويات بالأمس. هل لهذه العملية سيد يحيى تأثير أو تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض وتصب لصالح من كون الكتيبة المستهدفة هي مرتبطة بمهران القباطي كما يعرف أنها كانت تستعد للعودة إلى عدن؟ إذا سمحت لي أن أكمل فقط ما سألتني به في معنويات الجيش. بالأمس شاهدت شباب أقول لك هذا الكلام وأنا مسؤول عن شاهدت أبطال الجيش الوطني يوم أمس في المأرب عندما سمعوا بهذه الجريمة وعندما سمعوا بهذا الحدث لبسوا بالجاثمة العسكرية وهم في إجازة وانطلقوا اليوم الصباح رأيتهم وهم ينطلقون في مواصلات ليست حتى بدعوة من القادة إنما ذهبوا من أنفسهم وقطعوا إجازاتهم واتجهوا إلى أخوانهم وزملائهم في خطوط التماس. هنا أنا أتحدث عن أسطورة الجيش اليمني الذي للأسف الشديد لم يعي بعد كثير من الجهات التي تحاصر هذا الجيش وتحاول أن تعرقل مسيرته. فيما الاتفاق السياسي الذي هو اتفاق الرياض أنا أقول بأن الاتفاق السياسي طبعا بطابع العام ولن يؤثر بالطبع. هؤلاء مؤسسة عسكرية تسمع للقادة وتسمع لقيادتها المسؤولة عنه ولا تؤثر كثيرا لأنه مهما كان أنا الجيش الوطني تقريبا هو الجيش
الحافظ والظالم لا يتحدث عن اتفاق الجنوب والشمال، هو جيش موحد ويعتمد بقياده واحده، والى اليوم لم نسمع عن اوامر رفضت او اوامر يعني تعرقلت. اقول باننا نمتلك جيش عظيم، ومن خلال منبر بلقيس تقول لليمنيين حافظوا على هذه المؤسسه العسكريه الوليده التي جاءت من رحم المعاناه وتمثل اليمنيين، لا تمثل اسره ولا تمثل محافظه ولا تمثل تيار معين، هي جيش اليمن، جيش اليمن نعم. القادم الجديد الذي نحرص عليه ونراهن عليه. نعم، شكرا لك يحيى الاحمدي، كنت معنا من محافظه مارب الصحفي. ونعود الى ضيفنا من الاسكندريه، ينضم الدكتور الخبير العسكري علي الذهب. سيد علي، بحكم خبرتك في الجانب العسكري، هناك سؤال محوري وهام، لماذا معسكر الرئاسة بالضبط وهذه الدقة في الاستهداف ومدى نوعية الأسلحة التي تم استخدامها لتحقيق هدف العملية؟ في الحقيقة هو عندما ننظر إلى الواقعة نجد أنها ليست جديدة، ولكن هناك وقائع كثيرة حدثت وربما قد تكون لها خصوصية محددة، بأن الاستهداف طال مجموعة من المقاتلين من اللواء الرابع حماية رئاسية، كانوا على أهبة الاستعداد للانطلاق نحو عدن بناء على اتفاق الرياض. أما قضية أنه استهدف هذا المعسكر، فقد استهدفت معسكرات كثيرة ومساجد كثيرة في صرواح وفي مأرب الشهر الماضي قبل 4 أشهر، وفي معسكر العمد قائد الاستخبارات، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، نائب رئيس الأركان، قضايا كثيرة. ولكن نقول أن استهداف هذه المجموعة بعينها داخل المسجد هذا يدل على أن هنالك عملية اختراق، أو السيناريو الآخر أنه هناك إشارة من طرف خارج المعسكر أو ضمن التحالف أو ضمن الناس يعملون في المجلس الانتقالي، ولا أيضا لهم أيضا خصوم، لأن هؤلاء الجنود ذاهبون لمهمة، خسروا جزء منها في أحداث أغسطس، ومن ثم فإن منعهم من الوصول إلى تحقيق أو استكمال هذه المهمة يمكن أن ينفذه الحوثيون بدلا عن هؤلاء الذين يعني مدهم بالمعلومات. أما بالنسبة للأسلحة فقد كشفت وسائل الإعلام كثيرة والمتحدثون باسم المعسكر أو الجيش اليمني، الجيش القوة الشرعية، لأنه صاروخ باليستي، وهذا الصاروخ هو يعني قصير المدى، أطلق من جهة شرق مأرب واستهدف المعسكر بطريقة موجهة بناء على معلومات سابقة، ومن الطبيعي أن يحدث مثل هذه الخسائر. السؤال لماذا يتم أو يجري تجميع الأفراد بأكثر من 2 ونحن في ظروف حرب؟ هذه المسألة نعم. تتطلب نعم أنت أشرت إلى عن من يقف وراء تجميع هؤلاء. طيب لماذا برأيك أنت كخبير، لماذا أصبح الجيش عرضة لهذه الهجمات المتكررة؟ وبالنسبة لمسألة الثقة، هل نستطيع أن نقول أن الوضع الآن أصبح في محافظة مأرب من الناحية الميدانية والعسكرية ضعفت فيه الجانب الثقة، خصوصا أن أنت أشرت إلى أن هذه العملية لا يمكن أن تحدث مصادفة، يجب أن تكون هناك إجراءات وتسريبات للاستهداف لتحقيق هذا الهدف بشكل دقيق. هناك اختلال كبير في إدارة المؤسسة العسكرية تجاه الناحية الأمنية المعلوماتية وحركة القوات وانتشارها ومشاركتها والدخل بالأنساق المختلفة في المعركة، هناك اختلال واضح، والاختلالات هذه منحت الحوثيين وآخرين فرصة لكشف هذه القوات ومناطق ضعفها واستهدافها بطريقة أو بأخرى. مثلا أضرب لك على سبيل المثال هذا المعسكر، هل اتخذ يعني اختير بناء على دراسة معينة، لأنه يعتبر منطقة حشد، ومنطقة الحشد هذه تتطلب خصوصيات معينة، أن يكون محميا، أن يكون محميا حماية طبيعية، أن يكون معدا بالحماية بالوسائل الحماية الصناعية،
الملاجئ، المخابئ، السواتر، مناطق الانتشار، مناطق التقرب. قضية أخرى تتعلق ب هل هناك يعني تدابير موجودة أصلا وجرى تجاوزها أو التقصير من قبل قيادة المعسكر، لأن قيادة المعسكر هي المسؤولة الأولى عن حماية هؤلاء وعن نعم. طريقة انتشارهم وتواجدهم. هناك قضايا كثيرة، المعركة أو الجيش الشرعي يدير المعركة كأنه في وقت فيلم، وليس هناك تدابير إجرائية لحماية القوات وانتقالها وانتشارها تؤمن حظ ظرف الرهن خصوصية معينة. نعم، علي الذهب الخبير العسكري كنت معنا من الإسكندرية في مصر، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للصحفي يحيى الأحمدي كان معنا من المأرب، وأيضا من مأرب المتحدث باسم الجيش العميد الركن عبده مجلي. وبهذا نكون مشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.